بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على من سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها المباركون، الاسم الحسن من أسماء الله الحسنى الذي سنتعرض للحديث عنه اليوم هو اسم اللطيف. وأستسمح الإخوة الكرام عذرا في أن لقاء اليوم سيحمل طريقة استثنائية في عرضه. سأمهد أولا لما يحتمله هذا المعنى من دلالات، ثم سأجعل من خبر وقصة نبي الله يوسف طريقا لفهم هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى. أهل العلم الأكابر رحمة الله تعالى عليهم يقولون إن اسم الله اللطيف له معنيان. المعنى الأول يدل على علم الله جل وعلا ببواطن الأمور وخفاياها، فالأمور مهما دقت وتضاءلت فالله جل وعلا مطلع عليها. ودلالة هذا في القرآن أن العبد الصالح لقمان قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم ختم ذلك بقوله: إن الله لطيف خبير، لأنه كان يتكلم عن مثقال حبة من خردل، كان يتكلم عن شيء دقيقا لطيفا لا يمكن أن يرجح ميزانا أو يثقل آخر. الوجه الآخر لمعنى اللطيف هو الرب الموصل لعباده مصالحهم برفق من حيث لا يشعرون. تصل إليهم مصالحهم برحمة ربهم من حيث لا يشعرون، بطائقة تدق على الأفهام. هذان وجهان من دلالات اسم الله اللطيف. وقد قلت إنني سأجعل من خبر نبي الله يوسف طريقا لإدراكنا لدلالات هذا الاسم المبارك. فنقول: نلحظ أن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام قال في آخر أمره: إن ربي لطيف لما يشاء. ومن هذه الآية نستل كيف نفي إلى أول الخبر. تلحظ أيها المبارك في خبر يوسف أن الله جل وعلا بقدره ولطفه بيوسف وبيعقوب جعل يوسف يرى في المنام 11 كوكبا ويرى الشمس والقمر جميعا يروهم يسجدون له. تسابقت قدماه إلى أبيه قص عليه الرؤيا. في قص يوسف خبر الرؤيا على أبيه لطف من الله بيعقوب. لماذا؟ لأن يعقوب قطعا فهم من الخبر من الرؤيا أن ابنه هذا سيبلغ شأوا عظيما في المجد عليه. لما جاء الأبناء بعد ذلك وتآمر الإخوة على أخيهم وقدموا إلى أبيهم ليلا والليل أخفى للويل وجاءوا بدم كذب وقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ما كان يعقوب ليصدق خبرهم. لما علمه أزلا من أن ابنه هذا سينال شأوا عظيما في المجد. نجم ذلك عن الرؤيا التي رآها يوسف وأطلع عليها أباه يعقوب. فهذا من لطف الله بمن بيعقوب عليهما السلام. تدور الأحداث، يتآمر الإخوة على يوسف، يغلب عليهم داء الحقد والحسد: اقتلوا يوسف. ثم يغلب عليهم الرفق وجانب الأخوة: لا تقتلوا يوسف. وينتهون إلى رأي آخر: ألقوه في غيابة الجب. يجمع أمرهم، ينفذ كيدهم، يلقوه في غيابة الجب. من لطف الله بيوسف أن قوما يمرون عابرين فيجدونه فيبيعونه. لربما في قدر الله لو أنهم لم يبيعوه لما زاد حاله وبقي أسيرا عبدا عند قوم ضعفاء من أوساط الناس. لكن يجعل الله جل وعلا في قلوب أولئك الذين ظفروا به أول الأمر الزهد في يوسف. قال الله: وشروه، أي باعوه، بثمن بخس، دراهم معدودة،
وكانوا فيه من الزاهدين. هذا الزهد منهم يقابله لطف الله بيوسف أنه يقع في قلب العزيز محبة يوسف، فاشتراه عزيز مصر لينتقل عليه السلام من أرض الشام إلى أرض مصر، لما سبق في علم الله لما يكون لهذا النبي الكريم في أرض مصر. فقال الله جل وعلا يخبر أن العزيز اشتراه وأوصى به أهله خيرا، وقال أخبرهم أنه تفرس فيه وأنه يظن به الظن الحسن. عاش يوسف عليه الصلاة والسلام في كنف العزيز مصر، وهو لا يعد أن يكون مولا لسيده، خادما في بيت سيده، لكنه يفيء إلى ردهات القصور. تتعلق به امرأة العزيز، قال الله قبلها وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لما تعلقت به امرأة العزيز هامت حوله السوء، هام حوله السوء، هامت حوله الفحشاء، هو يفر منها ويتفر إليه. قال الله جل وعلا وانظر إلى بلاغة القرآن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فهو لا يبتغيها إنما هي التي تبتغيه، لجأ إلى ربه استجاب الله له. أين كان مآله؟ مآله السجن. السجن هنا مرحليا بالنسبة ليوسف من لطف الله جل وعلا به، لأنه أصبح مغيبا. لما كان مغيبا لا يمكن لأعين أن ترمقه، ولا لعيون أن تلحظه، ولا لأنفس أن تشاهده فتظن به العظمة، فربما أهلكته قبل أن يصل وقصمته قبل أن يرتفع، لكن الله جل وعلا بلطفه وراه عن الأنظار وبقي حبيسا في السجن يطعم ليبقى حياته صلوات الله وسلامه عليه. يسخر الله له أن يرى من كان معه رؤيا، وهو قد تلبس بالصلاح ظاهرا وباطنا، فيفزعان إليه يعرضان عليه الرؤيا قائلين بعد أن ذكر رؤياهما إنا نراك من المحسنين، فبلطف الله يجيبهما ويعلم بعلم الله له أن أحدهما سيخرج من السجن، وهذا من لطف الله به، حتى يكون هناك واسطة، طريق، سبب، خيط، حبل، سمه ما شئت، ما بين من كتب الله له العلو في الدنيا آنذاك وهو الملك وما بين يوسف. والوسيط والحبل هو ذلك المسجون الذي أصبح فيما بعد ساقيا للملك. اذكرني عند ربك، حمل ذلك السجين ذكريات عن السجن، من أعظم تلك الذكريات أن في السجن عبدا صالحا يحسن تأويل الرؤيا، ثم يأتي لطف الله فيرى ذلك الملك تلك الرؤيا، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر ما ذكر الله في كتابه، فيعرض الأمر على من حوله فيغيب الله عنهم الرشد، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فيقع في نفس ذلك الساقي ما كان يعلمه من صلاح يوسف. فالذكريات هنا بلطف الله أضحت سببا لمعرفة الملك ليوسف. تحصل أمور وأمور، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وتأمل أيها المبارك، أنا هنا لا أفسر الصورة، إنما أتكلم عن اسم الله اللطيف وكيف لطف الله بعبده يوسف عليه السلام. يقع في قلب الملك علو شأن يوسف فيبعث إليه، فيرغبه الملك تمهيدا بقوله إنك اليوم لدينا مكين أمين، فيجعل يوسف من هذا القول من الملك سبيلا طريقا إلى أن يعرف بحقيقة نفسه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيقبل الملك لأن النفس آنذاك كانت منشرحة له قابلة ليوسف، وهذا من لطف الله بيوسف. أضحى يوسف على كرسي الوزارة يدير للناس بقدر الله أقواتهم، من لطف الله جل وعلا أن الجدب يحصل في أرض الشام ولا يحصل في أرض مصر.
يحصل في أرض مصر على بينة من الأمر، لكن في أرض الشام لم يكن هناك قيم يقوم بالأمر، فيضطر يعقوب إلى أن يبعث أبناءه ليكتالوا. يدخل الإخوة على يوسف، وقطعا لو ضيع فردا لما ضيع آخر، عشرة إخوة هين عليه أن يعرفهم. فلما عرفهم لاطفهم في الخطاب، تارة يرغب تارة يرهب، فيقول في ترغيبه يقول في ترهيبه ويقول في ترغيبه ما يشعرهم أن لا يقطعوا الصلة به. يعودون إلى أبيهم يخبرونه الخبر، يبعث معهم بنيامين بقدر الله، يجعل يوسف من بنيامين طريقا إلى أن يأتي باقي الإخوة وأن يعودوا إلى أبيهم. كل ذلك يدبر بتدبير من الله الواحد الأحد، ولطف بهذا العبد الصالح الذي عرف ربه وعبده حق المعرفة، وهو نبي الله جل وعلا يوسف. يعود بعض الأبناء ويبقى الأخ الأكبر غير قابل أن يعود، رافضا أن يذهب مع إخوته. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يعود الأبناء، يعود بقية الإخوة إلى أبيهم يعقوب، يخبرونه الخبر، والجرح القديم الجرح الحادث الجديد يذكر بالجرح القديم. قال الله عنه: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الآن لما قال يعقوب وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ اعتمادا على الله بسبب تلك الرؤية التي جعلها الله جل وعلا له كالمصباح المضيء في آخر الطريق، كالمصباح المضيء في آخر الطريق. فإن من يمشي في طريقا مظلمة مدلهمة قد ضيع أمره، ما دام يرى نورا من بعيد ولو كان ذلك النور أو الضوء بعيدا، هذا يحيي في نفسه الأمل أنه سيصل. فكان تعبير الرؤيا من لطف الله جل وعلا بيعقوب أن يوسف حي يرزق، سيكون ذات يوم ممهد للقائه. حتى التأم الشمل ودخل يعقوب وبنوه أرض مصر، وقال لهم يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لما كان ذلك كله وأعلى الله كعب يوسف وأظهر فضله، قال ذلك النبي الكريم: إن ربي لطيف لما يشاء. أرجو بهذا التوضيح أن يكون قد تبين لك أيها المبارك دلالة اسم الله اللطيف، وهو الاسم الكريم الذي عرجنا عن الحديث عنه في سلسلة لقاءاتنا عن أسماء الله الحسنى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.